من جانبه أكد سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم أن قطاع التعليم في مملكة البحرين شهد تطورا كبيرا بمتابعة مستمرة من قبل الحكومة الموقرة، وساهمت هذه المتابعة في تحقيق إنجازات تنموية كبرى في كافة المجالات والقطاعات طوال 25 عاما. طبعا مناسبة وطنية سعيدة جدا ومفرحة، اليوبيل الفضي اللي تولي سيدي صاحب الجلالة الملك المعظم مقاليد الحكم في البلاد، وهي مناسبة وطنية يفرح بها شعب البحرين، ومناسبة أيضا لاستعراض ما تحقق من إنجازات كبيرة في مملكة البحرين، سواء على الصعيد التعليمي من دون شك أو بقية الأصعدة الأخرى فيما يتصل بالخدمات الحكومية والمشاريع التطويرية والتنموية. أبارك لسيدي جلالة الملك المعظم هذه المناسبة، ونسأل الله له طول العمر والصحة والعافية، وفي نفس الوقت أبارك لسيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء هذه المناسبة، ونبارك لشعب البحرين، وإن شاء الله هذا العام سوف يكون مناسب بإذنه تعالى للاحتفالات الخاصة بهذه المناسبة والاستعراض أيضا ما حققته مملكة البحرين من منجزات كبرى تنموية على مختلف الأصعدة طوال 25 سنة الماضية.